السلام عليكم، معكم سي عبد الحميد الزقندي، ولد عمة الأستاذ الكبير سي عبد القادر البدوي. نقدم لكم رحمه الله، نقدم لكم نفسي، أنا ولد عمته ديال سي عبد القادر البدوي ورئيس جمعية أصدقاء مسرح البدوي في بروكسل. يعني إلا جينا نتكلموا على سي عبد القادر البدوي وعلى العطاء سي عبد القادر البدوي وشني يقدم لهاد البلاد، يعني من نضال ثقافي ومسرحي ومن إبداعات، ما يعني كيخصنا على الأقل واحد ثلاث شهور ولا أربع شهور ديال الكلام وربما ماشي كافيانا. سي عبد القادر البدوي هو مسرح كان ماشي على رجلو، ربى أجيال ديال المسرحيين، قرى أجيال وأجيال ديال المسرحيين، وراه 70 عام ديال العطاء. منذ الخمسينيات، بداية الخمسينيات بدا سي عبد القادر البدوي المسرح النضالي العمالي في شركة تبغ في الدار البيضاء، حيث كان يشتغل آنذاك وكان عمره 14 سنة ذلك الوقت، وكان داكشي اللي كيربح يعني السالير ديالو اللي كان كيربح متواضع لأنه كان مازال صغير، كان كامل كيخسرو على المسرح باش كيشري الأكسسوارات وكيشري داكشي اللي خصو، لأن كان عنده واحد الحب ديال المسرح اللي عمره ما غادرو طيلة هاد السنين حتى توفى البارح وتفنى مسكين رحمه الله. كان واحد الانسان اللي انا قلت لكم كان المسرح ماشي على رجلو، وهو غني على كل تعريف، وسيد معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالم العربي وحتى في اوروبا بعض الدول في اوروبا، حيث كاين بعض الجامعات اللي كيتم فيهم بحوث على مسرح البدوي كبلجيكا، بعض الأماكن في أمريكا. وهذا هو سي عبد القادر البدوي، يعني الساحة الثقافية والساحة المسرحية المغربية يعني فقدت آخر عملاق ديال المسرح، نقدروا نقولوا الأيام الأخيرة ديالو. دخل المستشفى العسكري في الرباط بتعليمات مصاحب جلالة نصره الله، وبقى مدة أسبوع حيث وفاته المنية. وكان مسكين دائما كيطلب مني وكيطلب من البنات ديالو إذا مات خصهم يدفنوه في مدينة طنجة، وبالخصوص في حي السواني اللي هو تزاد فيه، اللي هو شاف فيه النور، هو ولد طنجة ولكن دات أمو صغير بزاف، ما باقي ما كملش العام، دات أمو كازا، باه أمو داوها كازا، وتما كبر وتما قرا وتما تربى وتما أبدع وتما عطى. فين وفاته المانية مسكين؟ في المستشفى العسكري في الرباط. وتدفن هنا في طنجة؟ وتدفن في طنجة تحت التوصيات ديالو، لأن يعني دائما كان كيوصينا، كانت عنده رغبة كبيرة باش يتدفن هنا في طنجة، ولبينا له الرغبة رغم الإلحاح ديال بعض الناس العائلة ديالو حتى هما في الدار البيضاء وفي الرباط، وبعض الناس ديال وزارة الثقافة اللي كانوا باغيينه تدفن في الرباط، ولكن حنايا ما قدرناش نخليو الرغبة ديالو زكوز هيداك. كان كيلح بزاف باش يتدفن هنا في طنجة. الجنازة ديالو كانت جنازة مهيبة في نظرك، شنو كان جنازة يعني ما جنازة كبيرة كبيرة بزاف بكل المقاييس، حيث حضروا فعاليات سياسية، فعاليات ثقافية، فعاليات نضالية، بما أنه كان منادي المسرحي بامتياز، وحضروا كثير كثير ديال الناس من المحبين ديال هاد السيد هذا وديال المسرح ديالو وديال شكرا جزيلا.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.